السيدة فايزة أبو النجا كانت واعية وست وطنية ومحترمة جدا، وهي الآن مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي. تصدت للمسألة وكان معاها اتنين، كنت أنا وواحد محترم اسمه الدكتور عصام النظامي، وخدنا معركة شديدة جدا أيضا، كنا لوحدنا. وعايز أقول لحضرتك يعني أنت بتقرب من حنفية فلوس، الهجوم اللي شفناه وبعد كان في قدر من البجاحة، حد يهاجمك يقول لك دول ودول ودول، تقول له أنا بقول لك ما تاخدش فلوس من الأمريكان، أو لو خدت فلوس من الأمريكان أو من الأوروبيين خليها تدخل سروق عبر قنوات الدولة، أنت ليه بتاخدها من غير ما تقول؟ حرب أستاذ ملا شفناها وشفتها، وحرب تشويه، وبرز في مصر، والآن أنشط حزب في المنطقة العربية هو الحزب الأمريكي. صحيح. أنشط حزب الآن في كل الدول العربية لا أستثني أحد هو الحزب الأمريكي. برز الحزب الأمريكي بأنيابه وبأظافر وبأدواته، وهذا الحزب يستطيع أنه راضي عنك يخليك نجم النجوم ويعملك ويعملك وحاجات كده بطل، إلى الدرجة ده باسم يوسف البيت الأبيض اتكلم عنه لما البرنامج بتاعه وقف، وزارة الخارجية الأمريكية السي إن إن استضافه ثلاث مرات، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية كان بيتكلم ثلاث مرات لمجرد إن برنامج توقف. إحنا المنطقة العربية كلنا توقف برامجنا وقعدنا وتعامل فينا، بس إحنا كنا بيتوقف من أرضية وطنية. أما إذا غضب عليك الأمريكان أو الحزب الأمريكي في المنطقة العربية هتتشوه وهتعمل وهتعمل وهتعمل، لما يبقى في الآخر وأنت بتعمل ده أنت بتعمل حاجتين، بتحتسب ده لله سبحانه وتعالى. صحيح. وبتحتسبه لبلدك، في ناس بتموت وبتستشهد وانت مش دول، انت مش اغلى منهم، انت اقل حاجه بتعملها ان انت تدفع الثمن ده راضيا مرضيا.